نتايا لا تجيني شي طار راه شرك يبان المغربي أصيل ومول. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا، نحييكم أينما كنتم ونقدم لكم هذا الموعد الجديد على شاشة ميدي آن تي في أخبار الناس. مولود إعلامي خلق من أجلكم، حيث يروي للناس قصص الناس لأخذ الدروس والعبر وتسليط الضوء على حياة المواطن بما تحمل من إيجابيات وسلبيات. أهلا بكم، وفي حلقة اليوم نرحل بكم لمنطقة ولاد عياد، حيث الحدث البارز والذي يتعلق بقصة خديجة، خديجة الفتاة القاصرة التي أصبحت حديث العامة والخاصة. سيحضر معنا المشاكس يسري المراكشي عبر فقرته اليومية الرسالة، وفيها درس جديد وعبرة لمن أراد أن يعتبر. يدري ربي عليا با لا بغيت وخذ ودا ما بقيتش بغيت. الله يرحم لك الوالدين عافاك. وفي فقرات اخبار الناس سنرحب بمراسل البرنامج عصام العباري الذي سينضم الينا في الجزء الثاني من منطقه دوار غبوله بنواحي العاصمه الرباط. عصام اهلا بك. اهلا وسهلا بك نوفل والمشاهدين الكرام. في فقره مع عصام نتواجد في بجماعه عين العتيق التي لا تبعد كثيرا عن العاصمه الرباط لمعرفه تفاصيل لماذا نحن هنا. ابقوا معنا. إذن هذه هي العناوين العريضة مشاهدينا لحلقة اليوم من برنامج أخبار الناس، ولكن قبل أن نخوض في تفاصيل هذه المواضيع اسمحوا لي أن أرحب باسمكم بضيفي في حلقة اليوم الفاعل في مجال حقوق الإنسان السي عزيز إدامين. السي عزيز مرحبا بك. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة، وأتمنى التوفيق لهذا المولود الجديد الذي أكيد بطاقمه بفكرته سيكون إضافة نوعية للمشهد الإعلامي والصحفي في المغرب. هذا ما نتمناه، أن ينقطع أو ينعكس على الإنسان المغربي بشكل عام وفي كل القطاعات. إذن البداية ستكون بقصة خديجة الفتاة القاصرة التي ملأت أخبارها وسائل الإعلام وشغلت الناس على مدى أيام. خديجة تروي لطاقم ميدي آن تي في قصتها مع الاختطاف الذي دام لأسابيع على يد فئة ضالة تبحث عن المتعة الآنية، وإن كان على حساب طفولة بريئة تبحث عن ذاتها رغم المعيقات وظروف الحياة الصعبة. نتابع هذا الروبورتاج لسامي المودني وفيصل أبروش. وشم العار يخلد لألم وعذاب على جسد طفلة بريئة ذنبها بيئة لا ترحم وفئة ضالة تنتشي بمعاناة الآخرين. خديجة وبعد غياب دام لشهرين تروي قصتها، تخبر من أراد الاستماع كيف فضت بكارتها وسرقت طفولتها في ليالي العيد، كيف تجرأت وحوش بشرية على سلبها الروح قبل الجسد باغتصاب يومي وتعذيب ممنهج ترك أثراً على جسد أدمى صاحبته وقلوب الملايين من المغاربة. هما جاوا لتما، واحد هو واحد نحط عليا موس هنايا وهددني، يعني أنا حاولت أنني نهرب ولكن ما كانش كيفاش حيت تما غير خلا، ما كاينينش ناس، ما كاين ديور، ما كاين حتى واحد، ما شافني حتى واحد. وبنهار يعني داني ضربني وحط عليا موس وداني على الموتور طلعني للزيتون تما، تكرفس عليا هو وصحابه. ثلة من المجرمين تناوبوا على اغتصاب خديجة لأسابيع، استباحوا جسدها النحيل وخوفا من صحوة الضمير في ليل ولاد عياد المظلم، خدروا أنفسهم وخدروها وتفننوا في ممارسة تلك الذكورة القذرة، وحين أصابهم الملل أخذوا منها تعهدا بعدم الشكوى ووضعوها في باب بيتها بجسد يؤرخ لكل لحظات الألم. الله يخت فيهم الحق. وشمولي يدي يعني ماشي غيدي، رجلي يعني عنقي، الظهر ديالي ضربوني، تكرفسوا عليا بزاف بزاف، وكيعطيني من واحد لواحد، عطاني واحد 3 ايام بعد رجعني. يعني هذاك النهار اللي يعني انا فاش كنت حابسيني تما كنقول غير نتيجي النهار خلاص اللي غنجي للدار ونشوف والديا. قضيه خديجه هزت الراي العام وتحول منزل ابيها لمزار. الأسرة والمجتمع المدني وحتى الإعلام منح للفتاة بارقة أمل، فهي لا زالت تحلم بغد أفضل ومستقبل يمحو ماضياً أليماً خطته أيادي آثمة تستحق العقاب دون رأفة أو رحمة من القضاء. أنا في هذا اللاج هذا 17 سنة راه ماشي معقول يوقع لي هكا، وباقي عندي مستقبل وباقي كنوي، يعني باقي عندي أمل، بيت نقرا، بيت نجتهد، بيت شحال من حاجة كنتمناها في حياتي.
يعني ولاد عيا دابا ما كنقدرش نخرج ليها، والوشام كيجيب ليا يعني نظره خايبه للجيران، يشوفوا يقولوا هذه ما مزياناش هذيك دار. لا انا بالعكس، هادو ناس كرفسوا عليا خداو غير ياخذوا العقاب ديالهم، وانا عارفه راسي انني نتوما واقفين معايا والجمعيات والناس، وكنتمنى يرجع ليا حقي وياخذوا هذوك حقهم والجزاء اللي كيستحقوا. في شهر رمضان اختطفت خديجة وتركت أسرتها تتألم لغياب فتاة في عمر الزهور، خاصة والدها محمد. ألم مرض السكري والعجز عن فعل شيء لفلذة كبده أدخل الرجل في معاناة لم تنتهي إلا بعودة ابنته لحضنه، واليوم يطالب بالإنصاف. أنا غنطلب القوانين ديالي لك الحق، إحنا راه تنأمنوا بالقضاء، ولك الحق راه أنا غناخد حقي. ما كانش الحق ما كانت مشكلة، أنا ما عندي ما ندير، أنا غا بنت ما عرفت حاجة. كما اهتزت أولاد عياد بعد كشف النقاب عن معاناة خديجة، ثارت مؤسسات المجتمع المدني في كل ربوع المملكة مطالبة بإنصاف طفولة تحتضر في أماكن عديدة. البعض هنا في هذه الجماعة الحضرية أرجع سبب هذه الظواهر لفقر في الموارد البشرية الخاصة بالقطاع الأمني. نظرك الملكي في ولاد عياد راه كيحكم جماعه ولاد ناصر ولاد اللول، يعني عنده بزاف ديال الدواور قاصحه عليه باش يغطي المدينه كامله فيها 21000 نسمه، صعيب باش يغطيها. لهذا كنطلبوا من المسؤولين انهم يوقفوا مع خديجه ويساندوا خديجه في التعليم ديالها، ويساندوا ان تحيد هذاك الوشام وداك الشيء. في هذه المنطقه كانت الجريمه، وقد تتكرر في مناطق اخرى مع فرق بسيط يتعلق باسم الضحيه. فالمجتمع لا زال ينتج فئة تبحث عن التيه في عالم الملذات دون مراعاة لأي واعز، في ظل قوانين زجرية تعجز عن كبح فحولة تنشر الألم وتسرق الأمل لغد أفضل لمن انضمت لهم خديجة في تلك اللائحة الطويلة من ضحايا الاغتصاب. لائحة جديدة ربما ينضاف إليها رقم جديد سي عزيز. خديجة ما هي إلى رقم في لائحة طويلة جدا كما اختصرنا الروبورتاج، ولكن خديجة أيضا جددت النقاش كما هو حال الفتاة في الحافلة، كما هو حال أمين الفيلالي رحمه الله. يعني دائما وأبدا قد نقول بأننا مناسباتيين في نقاشنا لمثل هذه الحالات، ولكن ما الذي يساهم في استمرارها؟ هذا هو السؤال. بداية أود أن أضع يعني تمييز ما بين قضية معروف الآن بخديجة وأمين الفيلالي وسابقتها في الحافلة، أن قضية خديجة اليوم أمام جريمة بشعة من جوج الأسباب. السبب الأول هو أننا أمام عملية اغتصاب جماعي، اغتصاب جماعي ومستمر في الزمن. جماعي هو تناول حوالي 15 شاب قاصر وراشد على طفلة أقل من 18 سنة لمدة تزيد على شهرين حسب الإفادات وحسب التصريحات. إذن هذه جريمة في حد ذاتها جريمة بشعة بهذه الصورة هذه. ينضاف لعملية الاغتصاب قاصر عملية تخريط الجسد بالوشم بالتلاعب بجسد الطفلة. إذن هذه الجريمة ربما لا نقول بأنها أكثر يعني خطورة، وإنما مميزاتها تجعلون أن واحد الجريمة بشعة ارتكبها مجموعة من الشباب. الأسباب متعددة، هل هي موسمية؟ لا أعتقد موسمية. هناك تحرك للمجتمع المدني سواء على المستوى الحقوقي على مستوى الحركة النسائية في محطات كثيرة اللي كيحاول ما أمكن تطالبوا بتشديد العقوبات في الجرائم المتعلقة بجريمة ديال الاغتصاب خاصة القاصرات. كيطالبوا أيضا بالأدوار ديال المدرسة، أدوار ديال المجتمع المدني، أدوار ديال الشارع من أجل تأهيل وتنقية المجتمع من هذه الظواهر هذه. هل هذه الظواهر يعني شارده؟ لا اعتقد، هي ظواهر متعدده. اللي واقع اليوم هو ان مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل وباشكال متعدده في ان هذه القضايا وهذه الظواهر تطفو فوق النقاش العمومي، والتقطها المجتمع المدني والتقطها المواطن البسيط. نعم. بانه لا عنده ردود الفعل ولا كتوصلوا المعلومه اللي نعم. ربما قضيه خديجه ربما نعم. ما جعل هذا تصبح حديث العامه والخاصه أنها تم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا عبر المواقع الإلكترونية، ثم انتقلت إلى الإعلام بكل يعني تجلياتها. ولكن اليوم خديجة في هذا المحيط القروي إن صح التعبير هي ضحية، نعم، ولكن هناك فاعل
هذا الفاعل هو يمثل أجيال مختلفة نوعا ما، هناك من هم قاصرين، هناك من هم في سن الرشد، وأن يكون بتلك الطريقة البشعة ولمدة متواصلة. يعني من تفاصيل الحكاية أنها كانت مثلا مع شخصين في البداية اللي اختوها على الموتور، من بعد مشات لواحد المنطقة نائية تدعى منطقة الزيتون أو ما شابه، ما كيش أكيد منزل، أو هي كانت عبارة عن منطقة مهجورة، فتم بين قوسين تسليفها حتى لشي واحد بقت معها ثلاث أيام. هي كتقول في الروبورتاج يعني من بين ما تم التسجيل معها سلفوها الواحد ثلاث أيام. هنا أمام تجار بالبشر إحنا، يعني الأمور توسعت، إنه وخا اختطفوها جوج من بعد مارسوا عليها الجنس أكثر من واحد، ولكن إنك تسلفها عاوتاني لواحد آخر، يعني هؤلاء يقومون بمثل هذه التصرفات مع سبق الإصرار والترصد. بداية دائما نذكر بواحد القديم مهمة، نحن أمام طفلة، وحينما نتحدث أمام طفلة يعني قاصر أقل من 18 سنة، أمام إنسان مسلوب الإرادة، مهما كانت التصرفات ديالو، مهما كانت المبادرات اللي كيقوم بها، فهو مسلوب الإرادة، وبالتالي أي مساس به أو أي تغرير أو أي اختطاف أو أي مس بجميع سواء جنس جريمة في حد ذاتها لا نقاش فيها. يضاف إلى ذلك هو أننا أمام جريمة مساهم فيها بشكل كبير عدد كبير من الأطراف، يعني مجموعة من الأشخاص اللي ساهموا في هذه الجريمة هذه، تسليف ديالها لأطراف أخرى أو طريقة ديال ما كنظنش من ناحية القانون الدولي لحقوق الإنسان، نحن أمام تجارب البشر، وإلا ما أمام واحد الجريمة بشعة، جريمة خطيرة مرتكبة ضد طفلة مساهم فيها مجموعة ديال الأطراف متعددة. يضاف لنا الاغتصاب، كثير فينا ارتبط أو بزاف فينا يعني شدته العاطفة في اتجاه الجسد، يعني من شفنا مشوم، من شفنا وأن ذلك الوشم خلق نقاشا، ولكن كي واحد الأثر كبير اللي نناقشوه كيسبق الجسد هو العنف النفسي والعنف المعنوي اللي تتعرض فيه الآن الطفلة. الطفلة اليوم بحاجة، قبل ما نهضروا على إزالة الوشم، بحاجة بشكل كبير للمتابعة النفسية، لأن هاد الطفلة هذا الأثار النفسية الداخلية اللي ما كتبانش لينا غتبقى مرفوقة لها طيلة الحياة ديالتها. ثم كتجي مسألة ديال الوشم، واش اننا كنا امام واحد النوع ديال الساديه، واش كنا امام ناس يعني ما عارفينش اش كيديروا، واش كنا ما عرفتش يعني كنحاول ما امكن نركب الصوره ونركب المشهد ديال ذوك الاشخاص كيفاش يعبتوا ويلعبوا بذاك الجسد، ما كنقدرش نتصور ديك الصوره كيفاش كانت. دونك اللي بدنا نقوله اليوم الاساسي هو اننا امام جنات متهمين امام القضاء، لابد من تشديد العقوبات تجاههم. لماذا؟ لان تخفيف العقوبه امام هذه الصدمه ديال المجتمع غتخلي اكثر ناس اخرين او مجرمين اخرين ارتكبوا اكثر من هذه الجريمه هذه. نعم، ولكن هناك يعني تتحدث عن الصيروره القانونيه ربما للقضيه وهي المعروضه الان امام القضاء، وتحدثت عن الوشم، هناك تفاعلات كثيره جدا كانت في الايام القليله الماضيه لقضيه خديجه، ومن بين هذه التفاعلات والتطورات التي كانت بشكل لافت مع مرور الوقت بعد انتشار فيديو خديجه او فتاه الوشم على وسائل الاعلام، خرج بعض من اهالي المتهمين ليقدموا روايه اخرى تفند ما جاء على لسان الضحيه. نتابع هذا الفيديو ثم نعود للنقاش. عيطت بنهار جاو قبسوا لي الثاني وما داير لا بيدو لا برجلو، وولدي نقي. عاصفنا حنا باش يجيب خوك السي محمد، سير جيب خوك باش يعيد معانا. قلت لي سير جيب خوك يجيب، ما بغاتش تفرق معاه، كيجريو عليه ما بغاتش تفرق معاهم، هو يشد خوه جر خوه ضربو. قالت ليهم راه ضربني، هي كتكمي وكتطفي في يديها، واجهوها ليا وجيبوها ليا نقول لها الحقيقه. يعني سي عزيز هناك تضارب في التصريحات، اكيد اذا كان لديك احد من افراد العائله متهم في قضيه ما فانك ستدافع عنه حتى الرمق الاخير. وهذه ام احد المتهمين تقول تشكك ربما في تصرفات خديجة بشكل عام، وبأنها على علاقة مع هؤلاء الشبان أو مع بعض منهم وذهبت بإرادتها. كيف يمكن أن يؤثر ذلك ربما على الجريمة، ونحن بصدد الجريمة، وهناك تفاهم يعني بين مكونات المجتمع لأنها قاصر، وبغض النظر إن كانت هناك بعض الأمور تتعلق بأخلاقية هذه الفتاة، ولكن اغتصابها وأيضا اختطافها من طرف مجموعة من الأفراد فهو جريمة بحد ذاته. هو مهما كانت المبررات، يعني الشهاده المقدمه الام الام ديال احد المتهمين سواء كان صحيحه او غلطه، هذه افاده او شهاده اللي كانت مقدمه ليست بمبرر او مسوغ ان نبرروا جريمه الاغتصاب نهائيا يعني بالمطلق، لاننا امام طفله كما سبقت في البدايه قلت امام طفله. هذه الطفله حتى لو انها هي كتعترف بانها مشات بارادتها
ما كيسقطش جريمه ديال الاغتصاب لانها مسلوبه الاراده. ولكن شفتي تفاعل المجتمع يعني المجتمع وكاني به حتى هاشتاغ خرج وغنشوفوا مع الزميل يسر المراكشي بعد قليل فقره منصات كيف كان التفاعل ولن نستبق الاحداث. ولكن خديجه طلعت كذابه ولا هذا الهاشتاغ خديجه كذبات يعني بعض التصريحات وغنشوفوا ايضا تصريحات اخرى لطبيبه مختصه في التشميل غيرت نظره المجتمع. هل نحن بالفعل يعني مجتمع متغير يتغير بتغير المعطيات واصبح يعطي احكام قيمه واصبحت خديجه من ضحيه الى متهمه؟ هذا امر نوعا ما فيه نقاش كبير جدا. كاينين ثلاثه المستويات. المستوى الاول هو المركزي ما خصناش نغيبه هو عمليه الاغتصاب هذه في حد ذاتها قائمه الذات. نعم. انكار ديالها وعدم انكار ديالها هي كاينه عمليه ديال الاغتصاب من طرف واحد المجموعه ديال الناس. كتجي المستوى التاني المتعلق بالوشم والتضارب الاراء واش دارتو ما دارتوش هذا جزئيه او فرعيه مرفقه بعمليه ديال الاغتصاب. هذاك الشيء غيبقى القضاء باش يثبت فيها. ولكن كاين بعض المناطق مثلا الرقبه مثلا الظهر في الجسد اللي كيصعب نقولوا بان السيده هي اللي دارت ديك الوشم نفسها. ثلاثة هو أنه ولو أن السيدة يعني كتكمي كما جاء في الرواية أو كدير ما كاين شي حاجة ماشي مبرر ماشي مبرر نهائيا بالمطلق. لأننا كما كنذكروا نعاودوا نأكدوا بدينا كنخلوا الأصل وكنمشيو للفروع. كنخلوا الأصل ديال الجريمة اللي هي الاغتصاب وبدينا كنقلبوا يعني كيبقى لنا واش خديجة كذبات ما كذباش. حتى لو كذبات كتكتب في أجزاء محددة ماشي في العمليه ككل. نعم. لان العمليه ككل ثابته هي ديال الاغتصاب. نعم. نقطه اخيره ديما كنذكر بها كذبات او ما كذبات السيده عندها 16 سنه 17 سنه يعني مازال امام عنها القلم ولا يبرر عمليه الاغتصاب التي كانت من طرف جماعي كما قلنا لانه الجريمه حاضره بكل الاركان وفيها مفعول به ولكن ايضا هناك فاعل لان الضحيه في احيانا يعني مجموعه ديال القضايا الضحايا اكيد كتكون شي شويه ديال المبالغه او غيرها ولكن ثابت الاساس كيبقى ثابت في عمليه صحيح. اغتصاب والوشم في الجسد. ربما ما اثار الكثير من التساؤلات هو بعض الامور التي تتعلق بهذه القضيه ومنها غياب خديجه الذي استمر لشهرين واسئله كثيره طرحها الناس حول تاخر الاسره في اخبار السلطات الامنيه بهذا الغياب. ولكن ولد خديجه يعطينا اسباب هذا التاخير في تصريح خاص لطاقم ميديا ان تي في. نتابع. في هذيك الايام كنت انا مريض كنت يلا فتح مازال ما قدتش باش نقلب عليها وداك الشيء وخا تندير المجهود ديالي باش نصيبها ولكن ما عرفتش انا فين بلاصه غتكون وكذا. عقبنا ديكلارينا عند رجال الطرف ديكلارينا وتا هما داروا المجهود ديالهم وكذا ما طحناش عليهم. تفت المده ديال شهرين ولات الحاله ديالي شويه مستقره وليت حيت انا عندي السكر وعندي الفتحه. ملي ولات الحاله ديالي تحسنات شويه كذا بديت تندور وتنسول وكذا تنشرت القضيه مزيان واحد النهار تجابوها لينا واحد الجوج. سي عزيز يعني من خلال ما تفضل به والد الضحيه خديجه. خديجه ضحيه مجتمع وبيئه ولكنها ايضا ضحيه اسره. يعني حين يكون لديك اب وام وتغيب لمده 20 يوم بعد ذلك يتم اللجوء للسلطات الامنيه فهذا نوعا ما امر يثير الشكوك. وحتى نحن يعني في ونحن نعد للحلقه بعد اعداد الروبورتاج من طرف الزملاء كان هناك تواصل مع الاسره كي يكون هناك احد الاطراف حاضر منها ولما لا كان الوالد ولكنه رفض حتى التواصل مع وسائل الاعلام. كل هذه الامور ربما كتخلي القضيه بين قوسين فلو شويه كاين اكثر من تفسيرات وكاين اكثر من امور ولكن الاكيد في الامر انه سواء كانت خديجه يعني ضحية للأسرة أو ضحية للمجتمع فهي ضحية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. نعم. دونك القضية ما فيهاش الفلو. القضية واضحة. لا كنقول لك أنا من حيث التفاصيل. يعني هناك من يتحدث أصبح يتحدث عن غموض لأنه بكثرة التطورات منها ما تفضلتي وقلتي الوشم منها حتى التلقائية ديال الفتاة وهي كتعبر لوسائل الإعلام يعني وكأنه ذلك الجرح النفسي هي أصلا ماشي واعية يعني ما لم تبلغ حتى سن الرشد لكي يكون هناك نوعا ما وعي ولكن آثار السلبية ستتابعها مدى حياتها على ما أعتقد. نعم. القضية اليوم ديال خديجة يعني كتفتح لنا عدة جبهات وعدة منافذ متعددة. كاين المنفذ الأول مرتبط بالقوانين اللي خصنا نشوفوا الآن واش هاد القوانين الحالية كاينة زجرية وكتضرب بحديد بيد من حديد كل واحد سولت لنفسه أنه يتعدى على قاصرين أو يغتصب من غير القاصر. نقطة ثانية كتهضر لنا على ما يسمى بالأسرة ودور الأسرة في الحفاظ على المجتمع والحفاظ على الأبناء ديالتها. للأسف الشديد أن التحولات اللي عرفها المجتمع المغربي أدت بنا لبعض الأسر اللي مازال ما بقاش متمسكة بالابن ديالها. لأن بكل صدق باش أن
طفله تغادر لمده 20 يوم بدون اعلان السلطات بدون اجراء البحث عليها كيحمل ايضا الاسره مسؤوليتها في هذا الاهمال هذه الطفله هذه. ولكن اليوم على مستوى المصلحه الفضلى او المصلحه العامه ديال الطفله اللي هي خديجه، واش ممكن نفتحوا على قضيه خديجه في حد ذاتها غير هي بالضبط جميع الجبهات؟ اعتقد يعني يكفي الوضع اللي فيه الاسره الان، ربما كاين تقصير تهاون على مستوى الاسره، لكن المصلحه الفضلى للطفله اليوم اننا نحاولوا ما امكن نبنيو هذه الاسره هذه. نعم، ولكن يعني الاسره اللي فيها تفكك اللي فيها مشاكل. صحيح. يعني كيبان بان كيبان بان البنت كانت كتغادر مثلا واحد الاسبوع ثلاث ايام كتغادر الدار بشكل ربما كاستنتاج، ولكن كمصلحه الفضلى للطفله اليوم واعاده بناء هذه الاسره هذه، ولا ماشي التفكير في اعتقال الاب ومتابعته وغيره. ممكن تكون بعض التدابير والاجراءات. نعم. من اجل ان هذه الاسره تعاود للشمل ديالها دون اننا نوصلوا للمساس بالطفله، لان المصلحه الفضلى ديال الطفله هي كتقتضى اننا كنضحيوا ببعض القوانين او بعض التدابير. هذا الامر سيكون ربما على المستوى القضائي، ولكن على المستوى التناول الاعلامي لا ضرر ولا ضرار ان نضع تحت المجهر بان نحن امام ضحيه. نعم. ولكن هذه الضحيه هي ضحيه مجتمع بشكل عام، لانه شفنا لونتوراج كي داير تما، ضحية ربما تعليم الذي لم يكن لديها تعليم في المستوى، ضحية أيضا أسرة محيطة التي لم ترعى تلك الفتاة، حتى على مستوى الغياب لو كان هناك إخبار مثلا للسلطات الأمنية بشكل مبكر ورعاية أسرية كانت مبكرة لكانت ربما عملية الاختطاف لم تدم سوى ليوم أو ليومين أو لثلاثة، والأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين. حتى على مستوى الأثر النفسي السلبي الذي لدى خديجة الآن والوشم وغيره لكان بشكل أقل. وهنا نقول بأنها مسؤولية سواء للمجتمع أو حتى مسؤولية للأسرة التي من وراء خديجة. إذا الرأي العام بدأ يتعامل مشاهدينا مع القضية بشكل مختلف. فيديو آخر أعطى لقضية خديجة منحى مختلف، ويتعلق الأمر بتصريح لمتخصصة في الوشم ليندا برادي التي أكدت أن الوشم على جسد خديجة يعود لأكثر من شهرين. نتابع هذا التصريح ثم نعود. في شهرين سي امبوسيبل، هذاك الشيء راه قديم بعام، هذوك لي سيكاتريس قدام بعام، والتاتواج كثر من 3 شهور باسكو باش ينشف ويبرى وسيكاتريزي ويدير لي كوليد في اليد لازم اقل شي 6 شهور. ثاني لي تاتواج اللي مدايره في لو كور هنا وهنا، هذوك ماشي هي اللي دارتهم، ديال اليد هي اللي دارتهم، دارتهم بيديها باينين باسكو بروفون، وبحال كانت كتخدم وما حساش اش كدير في يدها، يعني بحال السيده كدير وما كايناش، ما حساش اش كدير. ملي في العنق وفي الجسم ديالها في الرجلين باينين هذوك داروا بطريقه واحده اخرى وماشي نفس اليد، يد واحده اخرى اللي دارتهم. صريح ديال مختصه في الوشم ليندا ربما هو اللي اعطى منحى مغاير تماما لقضيه خديجه. من باب التضامن على مستوى السوشيال ميديا كان هناك يعني تفاعل كبير جدا وتشكيك في روايه خديجه، واصبح البعض يريد ان يحولها من ضحيه الى متهمه، وكانه تلك او ذلك العمر لتلك الفتاه والظرفيه الاجتماعيه والامور الاخرى المحيطه بها مشي عذر، وانها البنت مشات برضاها، وكان ذاك الامر يعني علاقات عابره عاديه تقيمها خديجه كما يقول البعض منذ زمان. بكل صدق ان هذا الحوار او هذا الفيديو شفته اكثر من مره وصدمني بشكل كبير، صدمني في الشخص المتحدث للطبيبه. اولا من ناحيه القانون الدولي لحقوق الانسان، من ناحيه الاداب ومن ناحيه القواعد والاخلاقيات الطب ما يسمى بالسر المهني. نعم. كنا لو ان الطبيبه لها اراده حسنه دير التقرير ديالها مفصل وتقدمه للنيابه العامه للاستئناس من اجل الاستئناس دون انها توصل تعطينا التفصيلات كلها. هذا واحد. جوج نقطه اللي وردات في التصريح ديال الطبيبه، انا نمشي في كلتا الحالتين يعني هذا التصريح ما عرفتش ما عنديش تدقيق فيه ومازال ما نطلعش الملف، ان بالفعل هذا الوشم كرر اكثر من سنه وبان خديجه هي اللي وشمت راسها. هي على مستوى اليدين فقط تتحدث؟ على مستوى اليدين، ولكن كاين مناطق اخرى في الجسم. لا نبقاو على هذا المستوى، ان خديجه هي اللي دارت الوشم من راسها كما ورد في التصريح. الا تستحق الطفله كنقولوا دابا اكثر من عام يعني ملي كان عندها 16 سنه قامت بالوشم ديال راسها كما وردات في التصريح ديال الطبيبه انها كانت مغيبه باش وشمات، واش ما كتستحقش الطفله العلاج حدتها؟ اكيد. واش طبيعي جدا ان الطفله ما لقات ما دير تنط لعبت بالجسد ديالها؟ إذا كان دارتها لراسها تستحق وخاص المساعدة ديالتها، لأنها غير طبيعي أن الإنسان كيوشم راسه.
اذا الطبيبه كان مفروض عليها تساعد هذه الطفله هذه اللي قدرات حسب الروايه ديالها واش ما تمسها بنفسها. هذا هو جوج. ثلاثه نقولوا مثلا واش ما ترسها 90%، ولكن راه الجسد ديال الطفله بمجرد خبشه وحده تقاس للطفله ما خصش تقاس لها الطفله ديالها. اذا كان مفروض على الطبيبه، وانا اتاسف على هذا الحوار والتصريح هذا، ان تساعد الطفله اللي كانت في اطار عمل خيري بانها تعاونها في ازاله هذا الوشم هذا، مع العلم انها كتقدم بعض التصريحات بان الوشم كاين في مقاطع اخرى في التصريح تم بمواد كيميائيه الصباغه، وبان ازالتها بالليزر مستحيل سيسبب تسمم على مستوى وغيره. يعني حتى انا يعني زراعه الياس في الطفله هذه بهذا الفيديو شويه ضرني، لا اكثر من ذلك ربما هي انا زراعه الياس بان الطفله ولات كتشوف الجسد ديالها. هناك اطباء نعم جابوا على هذا التصريح، ولكن انا مشيت غير في الجانب ديال تصريحات الطبيب. فهمتك، ومع التصريحات المختصه في الوشم نعم. ليندا، يعني هناك بعض الامور ايضا التي وردت والتي اثارت لغط في الشارع العام وفي كل من تابع قضيه خديجه، هو حتى الحديث عن تصرفات خديجه وعن ردود فعل خديجة والنفسية التي كانت عليها خديجة بأنها كانت عادية جدا تشيب وكأنها لم تمر بتلك المعاناة. الجهل له دور كبير جدا، يعني شئنا أم أبينا حتى في استجوابها مع طاقم ميديا أن تي في شاهدنا ترد بتلقائية وترد يعني بدون أي، وكأنه صحيح هناك أثر لديها من خلال عملية الاغتصاب التي دامت والاختطاف التي دامت لشهرين، ولكن كان عندها واحد التلقائية في الإجابة، وهذا لا يعاب على طفلة. يعني شئنا أم أبينا، لأنه بالطريقة التي تم التصريح بها من طرف المختصة في الوشم وكأنها برأت المتهمين ومنحت صك الاتهام لخديجة، وسنتابع لأنه كان هناك ردود فعل، سنتابع هذه الردود وخاصة من أطباء في الوشم، اسمح لي سي عزيز، وذلك سيكون عبر فقرة منصات مع الزميل يسري المراكشي. إذن ينضم إلينا مشاهدينا في هذه الأثناء الزميل يسري المراكشي في فقرة منصات. يسري، كنا نتحدث يعني عن تفاعلات قضية خديجة، والأكيد أنك رصدت لنا هذه التفاعلات في السوشيال ميديا، الإيجابي منها والسلبي. أكيد نوفل مرحبا، نوفل مرحبا بجمهور قناة ميديا تي في أخبار الناس، مرحبا بضيوفك. هاشتاج كلنا خديجة أكيد يغزو مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي كما سنتابع. قضية القاصرة خديجة تناول الكل بتضامن كبير. البداية ستكون بالموقع الأزرق فيسبوك. نشطاء الموقع الأزرق خلقوا صفحات للتضامن وفي نفس الوقت مجموعات للبحث عن المساندة النفسية والمادية من أجل إزالة الأوشام اللي في الأطراف وفي الجسم ديال الطفلة. وبين أبرز ما جاء في تدوينات الناشطين كذلك نوفل، تدوينة الرسام الساخر والمدون خالد الشرادي الأخير، شبه الواقعة بالفيديوهات التي تأتينا من أمريكا اللاتينية واللي كنعرفوا فيها تقطيع ديال الأوصال والأطراف البشرية، وكذلك ذهب حتى المطالبة وقال وطالب بحداد وطني نوفل. كذلك المدونة والصحفية زهور باقي كتبت على حائطها عتابا لبعض رواد العالم الأزرق والذين يستجدون بالمنظمات والجمعيات العالمية للتكفل بخديجة، وقالت هذا تبخيص للجهود المغربية والأطباء الذين تطوعوا لعلاج الطفلة خديجة، وسمتهم بالإنسانيون جدد سرطان ينخر الفيسبوك المغربي. هذا فيما يخص الفيسبوك. مش بوحده اللي كان فيه تضامن، أيضا أكيد منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، تويتر وإنستغرام، تويتر كذلك. ننتقل إلى تويتر وفيه الكل يغرد بهاشتاك كلنا خديجة، وبدورهم وضعوا عريضة يريدون من خلالها جمع الإمضاءات لمساندة القاصر، كذلك وضع أقصى العقوبات بالنسبة للجنة. ولنا تويتر سريع التفاعل بالنسبة للهاشتاك على الصدى أو على كل منصات العربية. فهناك جمعيات تونسية كذلك عبر تويتر وفيسبوك طالبوا أنهم يدخلوا من أجل مساندة. هناك طبيب خاص في تجميل تونسي نعم. عرض خدماته نعم على عائلة خديجة. هناك كذلك هاشتاك جديد جيستيس بور خديجة، هذا كان عبر تويتر من أجل المطالبة بأقصى العقوبات بالنسبة للجنات. نمشيو الانستغرام. نوفل تناول الهاشتاغ ومقتطفات من التصريحات التي أعطتها خديجة المواقع والصحافة الإلكترونية عبر الانستغرام. دائما تضامن بعض الفنانين كان كبير جدا مع الحدث كإيهاب أمير وسعيدة شرف ونجاة رجوي، لكن رجعوا وهنا كنشوفوا التدوينة ديال إيهاب أمير اللي خداوها باقي المواقع، لكن بعد ذلك بعد ما خرجت تصريحات ديال الطبيبة وتصريحات ديال عائلات الضحايا عاوتاني كذلك ديال المتهمين، فسحبوا الفنانين هاد التدوينات ديالهم. نوفل شكرا جزيلا لك، ونذهب مشاهدينا الكرام لفاصل قصير ثم نعود وإياكم لمتابعة الجزء الثاني من برنامجكم أخبار الناس، فتفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد في أخبار الناس. إذا كنا نتحدث في الجزء الأول عن خديجة، ولازلنا نواصل الحديث مع ضيفنا عزيزي دامين الفعل في مجال حقوق الإنسان. كان لديك ردة فعل ربما فيما يتعلق شيء بالمقاومة. نعم، نتأسف أن بعد يعني دستور 2011 اللي جاء كما يسمى دستور سك الحقوق، اللي أسس مجموعة من الحريات والحقوق خاصة على مستوى المبادئ العامة، وأسس لي كاع باب كامل مرتبط بالحريات العامة والحقوق، أن الحزب يعني الحاكم في المغرب اللي قدر أنه يحصد الأغلبية في انتخابات 2011 لا يسير منظومة حقوق الإنسان، خاصة في القضايا المتعلقة بالجنسين معا، يعني الزواج أو العلاقات بالمرأة والرجل. وهنا استحضر النقاش في نوفمبر 2011 أمام لجنة مناهضة التعذيب، الحركة الحقوقية المغربية كانت تدين وتطالب بأنه زواج الطفلة أو القاصر المغتصب ديالها يعتبر جريمة. صحيح. وبالتالي لا بد من حذف هذا القانون هذا. ربما النقاش الذي أثارته حالة أمينة الفلالي. نعم. وبعد ذلك كان هناك مطالب من صحيح. نعم. يعني مجالس الإنسان والجمعيات المجتمع المدني. ولكن الغريب في الأمر أن تحدثت عن حزب كان يملك الأغلبية في الحكومة، ولكن المبادرة جاءت من الفريق الاشتراكي في البرلمان. نعم، قبل مبادرة الفريق الاشتراكي أتحدث على نوفمبر 2011 وواقعة أمينة الفلالي فبراير 2012. يعني كان نظر أن ثلاث أشهر أو شهرين قبل وفاة ديال أمينة الفلالي كان ممكن أننا نداركوا الموت ديالها لو أن المغرب استجب للمنتظم الدولي، خاصة ما قلت أمام لجنة مناهضة التعذيب اللي اعتبرت وعطت توصية صريحة للمغرب بأن زواج المغتصب من القاصر يعتبر إفلات من العقاب، وبأن الزواج لا يسقط مسؤولية المغتصب القاصر. واحد جوج، بأن الاغتصاب في حد ذاته جريمة تعذيب يجب معاقبة المرتكب ديالها. انتظرنا حتى فبراير 2012 بعد الانتحار ديال أمينة الفلالي، لكن الغريب في الأمر في ماي 2012 يعني شهر 5/2012 بمناسبة تقديم المغرب تقريره الوطني الثاني بمناسبة الاستعراض الدولي الشامل بجنيف، لازلت أتذكر مداخلة وزير العدل آنذاك السيد مصطفى الرميد الذي كان يبرر زواج المغتصبة من المغتصب ديالها القاصر من المغتصب ديالها بكون أن ما وقع ليس اغتصابه إنما مجرد تغرير بقاصر. هذا التغرير للقاصر، هذا التكييف القانوني أو التكييف اللي تعطاته الحكومة آنذاك للمنتظم الدولي باش تقنع بأن المادة أصلا القانون يرفض تزويج القاصرين. لا، من بعد غادي يتعدل القانون، يعني كنقول القانون الحالي من بعد، يعني بعد ضغط المنتظم الدولي والحركة الحقوقية المغربية وأيضا الأحزاب السياسية من ضمنها الاتحاد الاشتراكي والأحزاب الأخرى الضروت الأصل والمعاصر ومجموعة من الأحزاب اللي دفعت بقوة من أن المادة 475 تعتبر انتهاك في حق الطفولة. اليوم في القوانين المغربية من ضمنها توجد ايضا بعض القوانين التي لا تحمي الطفوله، لهذا ملي كنحضروا على قانون ديال العنف ضد النساء لابد انه اول حاجه توسع من مفهوم العنف حتى لا يشمل فقط المسم الجرائم اللي كتبان لنا جريمه تترك اثر ربما على المعنف. نعم، هناك يعني على مستوى التحرش فقط نموذج فرنسا 3 سنوات و30 الف يورو غرامه ماليه، على مستوى التشيك مثلا. نعم. الاغتصاب عقوبته تصل الى حد الاخصاء وايضا العقوبه الحبسيه، امريكا مدى الحياه، سجن. نعم. مدى الحياه، يعني هناك قوانين صارمه من طرف بعض الدول. هذه لابد اول حاجه توسيع من فهم العنف وتوسيع من فهم التحرش. نعم. توسيع من فهم الاعتداء الجنسي. بعض القضايا اليوم حنا غادي نطرحوها كنطرحوها كحقوقيين ربما كتعتبر بالنسبه للبعض طرف، ولكن غادي نصطدموا بعض الارواح غادي تزهق. مثلا نهضروا على الاغتصاب الزوجي، ما لا يمكن فقط في اطار العلاقه الزوجيه نبرروا الاغتصاب الزوجي. الاغتصاب الزوجي واقع كاين اليوم في المغرب ومجموعه من المنظمات الدوليه كتندد بهذا الجرائم اللي كتوقع في المغرب. خصنا قوانين اللي كتحمي النساء. نعم. بالاضافه لهذا التعريف اللي طرحت هادو، يعني توسع المفهوم ليشمل جميع الظواهر ديال العنف، ايضا تشديد العقوبات. العقوبات يجب خاصه أن تكون مع في التحرش، في الاغتصاب، في الاعتداء، مع الرقم المهول الذي يصل الى 6 ملايين امراه تتعرض. نعم. للتعنيف، للتحرش، للاغتصاب بشكل عام، ومنها ايضا العنف الاسري. نعم. يعني موضوع ذو شجون ربما ويثير الجدل وايضا قابل لعدد كبير جدا من المحاور التي يمكن ان يتم التطرق لها ونقاشها. ولكن الان وصلنا مشاهدينا لفقره مع عيصه. وينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من دوار غبول الزميل عصام العباري، والذي يسلط الضوء على بعض المشاكل التي يعاني منها ساكنة هذا الدوار، أبرزها غياب البنيات التحتية خاصة قنوات الصرف الصحي ومستوصف للعلاج. عصام الكلمة لك، تفضل.
نعم نوفل، كما قلنا على أننا نتواجد بعين عتيق وبالضبط بجماعة عين عتيق وبالضبط بدوار غبولة، وذلك استجابة لنداء الساكنة هنا التي تعيش مجموعة من المشاكل في غياب البنيات التحتية، ويرتبط الأمر بغياب قنوات الصرف الصحي رغم أن الدوار انتقل من السكن الصفيحي إلى الدور السكنية، إلا أن هذا الأمر لم تواكبه مجموعة من البنيات للساكنة. كذلك غياب هذه القنوات الصرف الصحي أثر على ساكنة المنطقة هنا، وفي غياب مستوصف صحي قد لعلاج المرضى بهذا الدوار. سنقوم بجولة داخل هذا الدوار وذلك للوقوف على أهم الإشكالات، أرجو أن تبقوا معنا. المشاكل كاين، السبيطار ثاني ما كاينش، الجامع راك شتي الحاله قدامه كي داير، الناس كتصلي والريحه داخله لداخل، الواد الحار ما كاينش، ما كانش خدام هو، كانوا كيجيو ليه من الخميس للخميس مره كيجيو ليه كي بحال هكا، ولا كاين شي تيدكو شي باري ولا شي حاجه صافي، وما بقاوش كيجيو راه واحد المده. دابا انت تشوف كيتخرب كامل، ما بقاش خدام، وداك الشيء دابا الا بغيتي تمشي للسبيطار خصك تهبط تشد ترانسبور منه وتهبط حتى لعين عتيق، وعين عتيق الا لقيتيه من تما ولا تمشي للسبيطار سيدي احسن. المسائل ديال السكنه ثاني، انت تشوف بالمحلات وهذا ما خلاو ما داروا معنا، الناس دابا كتعطيهم وحنا ما عطاونا ما والو، غنشوف المحلات وما عندنا لا ضو وما عندنا لا ما لا حتى شي حاجه. حنا ما عندناش المسؤولين هنا، والله ما عندناش المسؤولين. كاين السبيطار وليدي، كاين وليدي الخنس، قالوا لنا الواد الحار ما كاينش، النهار اللي حولونا من هنا باش بداو بعدا قالوا لنا الغابه غتخلص عليكم الحفره ديال الواد الحار، ما داروا لا غابه، الغابه العودها مشى، الواد الحار ما داروه، حتى حاجه ما كاينه لينا. فينا هو هذا الشيء؟ فينا هو هذا الشيء؟ ما كاين حتى حاجه، ما كاين، عال كذوب. انا سيدي الواد الحار ما كاينش، الكواب نتي حاشك تيخوهم تيخوهم لي انا في الدرك، هالفرار انا انت تشوفوا حنش، والله الا دخل علينا حنا تال الدار حنش، دخل خلعني انا روعني طوبه حاله، ما مع السبيطار خدمو وفرحنا شويه حبس، والله لا اله الا محمد رسول الله، هذا هو ما نقول. توفير قنوات للصرف الصحي وكذلك مستوصف للعلاج، هذان المطلبان لساكنه دوار غبوله، نتمنى صادقين أن يتم التفاعل معهم من قبل المسؤولين هنا بجماعة عين عتيق. وإلى ذلكم الحين نتمنى وفاءكم للفقرة مع عصام. شكرا لك عصام عباري، كنت معنا من دوار غبولة وتحديدا في منطقة عين عتيق. عزيز جميل أن نرى يعني هناك مشروع داخل المغرب، مدن بدون صفيح، بدون دور صفيح، منها من استفاد في هذا الدوار بالتحديد، ولكن نزيل الدور الصفيح وندير الخدمات الأساسية، يعني السكن حق دستوري، التعليم، الصحة إلى غير ذلك، والحديث ربما من طرف الساكنة عن صحيح غياب قنوات الصرف الصحي، ولكن مستوصف هذه اللي ما فهمتهاش، مستوصف كيخدموا من الخميس لخميس من بعد ما بقاو الجو، من بعد ولا خرابة، يعني شفنا المظاهر ديال الأوساخ ومهجور، يعني منزل مهجور وليس بمستوصف صحي. غير الصورة يعني قوية سي نوفل، هاد الصور اللي شفنا هاد الروبورتاج ماشي فشي منطقة بعيدة، كتبتعد واقلها حوالي 20 كيلومتر للعاصمة الرباط. صحيح. العاصمة المغرب حوالي 20 كيلومتر، وهادي زعما كطرح لي 1000 سؤال، ما بالك بعض المناطق الأخرى اللي كنسموها حنا المغرب العميق والمغرب المهمش. هذا واحد، جوج ربما الحركة الحقوقية، وحنا كحقوقيين كنهتموا بشكل كبير بالحقوق المدنية والسياسية، ولكن منظومة حقوقية هي متكاملة. صحيح. من ضمنها الحقوق الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والثقافية والبيئية، والحق في البيئة أساسي ومهم. من ضمنها أن المغرب ما كملش 4 عامين باش درنا الكوب 21، الكوب 21 دار في مراكش، وهذا الشيء في الرباط،
جد جد نتمناو رساله ساكنه الدوار غبول انها تصل للساده المشاهد عفوا للساده المسؤولين، لانه بالفعل كما تفضلت يعني منطقه في نواحي العاصمه الرباط وتعيش مثل هذه الامور. على العموم نتمنى اصلاح الوضع في القريب العاجل. وصلنا الان مشاهدينا لفقره الرساله مع يسري المراكشي. هذا العدد من الرسالة غادي نشوفوا السيدة اللي بغات تخلى على الطفلة ديالها في الشارع وتعطي لأي عائلة من المارة أو أي شخص اللي ممكن يربيها ويتهلا فيها لأن ظروفها ما كتسمحش أنها تحتفظ بها. نشوفوا ردة الفعل ديال الشارع المغربي. ما تخافيش مني الله يسهل عليك. يا الدريا ربي عليا با لا بغيت وخذ 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 ما بغيتش غير الله يرحم والديك ويعافيك. خدي من عندي هاد البنية سير ما بقيتش خديتها على الله يرحمنا وقفي هضري معايا الله يرحم باك عافاك اختي كتعرفي شي واحد باغي يربي شي بنية الله يرحم لكم الوالدين اللي قدرتوا تعرفوا شي واحد البنية هرب عليا با وما بقيتش لقيت اللي يعاوني فيها وبغيت نعطيها لشي حد محتاج الله يسلى فيها الله يبريك شكون غادي ما قدرتش اختي ما عنديش شمعة من نخليها باش نخرج نخدم على الله يسهل عليك لما شو ما باغا منها تعطيني لا فلوس لا والو لا شي واحد مسكين خاصة بنية ولا ما كيولدش انت يتعاون معايا يتهلا فيها عافاك جزاك بخير الله يرحم لك الوالدين كتعرف شي عائله ما عندهمش وليدات بغاو يربيو شي بنيه عندي هاد البنيه ما خديتش على ربع عليا با وخلاني بوحدي انا وياها ما لقيت ما نوكلها ولا ما نشربها كنت مرمده انا وياها في الزنقه دير الخير تلقاه ارسم بسمه وامسح دمعه دير الخير تلقاه نسولك الله يرحم لك الوالدين كتعرف شي واحد في العائله ديالك ولا شي واحد محتاج شي بنيه يربي ما تعطينيش فلوس ما بغاش فلوس تعاون معايا شي حاجه كيفاش ممكن ندير مع البنيه عافاك كي غندير تصبر ما قدرتش ما لقيتش لا جد انت كتبان سيد قلبك الخير وداكشي اللي قدرتي تعاون معايا الله يسهل عليك تعاون معايا الله يسهل عليك الا عندك شي واحد في عائلتكم ما كيولدش ولا محتاج شي بنيه تقدر تعيش معاه حسن ما تبقى تبرمد معايا ما قديتش راه ربي اللي عالم والله ما قديتش دير الخير تلقى يمكن في يوم تولي الدنيا ضلمة دير الخير تلقى كتعرف وقتي شي حد اللي محتاج شي بنية باغي يربيها شي حد عندكم في العائله ما كيولدش ولا شي واحد محتاج شي بنيه انا هاد البنيه ما بقيتش قديت عليها ربع عليا بابا وخليها ليا بوحدي وما كاينش اللي شد عليا باش نخرج نخدم عليها انا في بلاصه زعما نصيحه لي وجهي واخا الانسان ما عاد شنو يدير غير تربي بنيتك ما بغيتش نخليها في الزنقه ونمشي عليها بغيت شي واحد ياخذها ويكون محتاجها ما كتعرفي حتى واحد في عائلتكم ولا شي واحد تعيطوا عليه نعطيها ليه الجمعيه سولي عليها في الوزيز ديال الحسنه هذيك راه تتحفظ الدراري شوفي معاهم ما عرفتش فين نمشي سولي قول الوزيز في الوزيز قول لي الجمعيه ديال الاطفال ديال الحسنه كاين جمعيات وكاين المنتخبين غير تعال تقد بالوزي ولا شي جمعيه خيريه كدير هذه المسائل هذه الدريه بغيت نعرف انا بغيت وكيشجعوا المسائل ديالك ويقلب لك عليها تما شوفي السلطه المحليه باش يكونوا بدي الاجراء ديال القانون عشان نوصيكم ما تبقايش دوري كل حتى واحد غادي يحكي عليك حتى واحد غادي تمشي عند السلطه الله يرضي عليك انا كنعاود السلطه في المنطقه اللي انت فيها سير عندها السلام عليكم سلام كنشكروك كاين السلطه كاين الجمعيات وكاين ناس بحالك فيهم الخير مع قناه ميدان تي في فقره الرساله تجربه اجتماعيه دخلتي نعم علاش دخلتي يا استاذ دخلت لاسباب انسانيه لحقاش هذيك الدريه كتبان لي غادي تضيع في المستقبل ديالها فلهذا دخلت على اساس انه هاد الدريه خصها تنقد كي جاتك التجربه هذه اللي عشتي اليوم تجربه انسانيه وكتثبت في الانسان واش كي بحال كتعبر راسك واش عندك فعلا احساس انساني ولا ما عندكش
كون دابا دوات معايا ودرت دوات وجهي وزدت غن بعد منها ب 10 متر غنحس براسي بان صغير، ولكن ملي درت هذه القضيه كنطلبوا ربي حتى يكتبها في الميزان المقبول عنده ان شاء الله. شكرا شكرا. غنحطها في جروب واللي بغا يغيح حيت كاينين الناس باغيين يربيو ملاقيين. اختي ولا كانت شي حاجه راه غيعيطوا لي. حاولي تخليها معاك. ما كرهتش اختي ما كرهتش. كاين شي واحد اختي كيسخر كبتو، حتى واحد ما كيسخر كبتو، ولكن راه ما لقيتش لها الزاد. ركبتي ما نقدرش ندخل لها، ولكن راه ما لقيت كندير مع وحده اخرى. شكون يشد لي اختي؟ كي غندير تنخدم بها زعما كيخدم شي غتربى شي ناس محتاجينها غتعيش معاهم في الخير احسن مني والله. معكم قناة ميدان تيفي في تجربة إنسانية. الرسالة الرسالة كنشكركم لأنكم وقفتوا. شنو اللي خلاكم توقفوا؟ سمحوا لي هادشي فريمون بقات فيا بزاف والله ما عرفتش زعما كبتها بنتها باقا صغيرة. يعني ما أنا يعني في خاطري ما عرفتش ما نقول. يا صدمتيني والله بزاف ما قدرت. شنو هي المساعده اللي كان ممكن تعطيوها؟ كنا لها نلوحها في شي جروب ولا نشوفوا شي حد اللي يقدر يعاونها ولا شي حاجه. اما باش تخلي بنتك راه غناخذ نمرتها ماشي غنقلب لها على خدمه بعدا. غنشوف شي ناس اللي يقدروا يعاونها تخدم باش ما تضيعش. انا ما باقاش البنت ناخذ نمره على قبل سميتها. هيا شبينغو هيا مسيكا خايبة هيا كتب ما تقبلناش. نشوف زعما صدق خاصك تضرب عليها تمارة وما عادش تعطيها وما تعطيهاش لأي واحد لأي واحد. مازال الخير كنشكركم. شكرا لك على التدخل مع قناة ميدان تيفي. غادي ندوزو هذه الفقرة لكم. برافو عليكم. شكرا بزاف وسمحوا لينا. شكرا شكرا. حب من أول حياة وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها. سي عزيز مشهد تمثيلي نعم، ولكن ردود فعل يعني لا تفاجئنا. المغاربة بطبعهم حنونين، وفي نفس الوقت الأطفال المتخلى عنهم يعني ظاهرة موجودة في كل مجتمعات الإنسان. اللي أثرني بشكل كبير في هذا الروبورتاج هو الوعي ديال المواطنين المغاربة، خاصة السيد والسيدة القبل. أهم حاجة عملوها هما توجيه المعنية بالأمر والطفلة ديالتها أن هناك مراكز حماية الطفولة وجمعيات اللي كتبنا هذه الحالات. هذا تحت ما بغيت تحمل المسؤولية، ولكن المغرب فيه تقريبا حوالي 68 جمعية ومركز اللي كياخذوا هذه الحالات. بالعكس كاين جمعيات ومراكز اللي كتحصن حتى الأطفال خارج إطار الزواج، يعني الأطفال بدون بطريقة غير شرعية، يعني خارج إطار العلاقات الزوجية. كاين هاد المراكز هادو. أكثر من كذا مازال خصو يتوضح في الروبورتاج، كاين القانون في المغرب، التطور اللي كاين في المغرب هو القانون ديال الكفالة. نعم. اللي ممكن الكفالة انطلاقا من مساطر قانونية وقضائية. حالة إنسانية مهمة، ولكن التعاطي معها بشكل يعني مؤسساتي بالتوجيه هو اللي زعما بين لي أن المغاربة يعني الصبيب ديال الوعي الحقوقي. شكرا سعيد. وايضا حتى مشاعر النبل لدى المغاربه لازالت مستمره. الشيء عزيز اذا من الفعل في مجال حقوق الانسان. شكرا جزيلا. شكرا لك. والى لقاء قريب باذن الله. فقط بالنسبه للرساله مشاهدينا، هي فقره يوميه ستكون في برنامج اخبار الناس، فيها مشاهد تمثيليه نحاول من خلالها ان نضع الناس في تجارب انسانيه لاخذ الدروس والعبر. واليوم يسري المراكشي رفقه درار الخوضي والطفله جنات فندي وامها من سعيد الهام جسدوا دور ام تريد ان تتخلى عن ابنتها بسبب ضيق الحال، وشاهدتم بالتأكيد ردة فعل الناس. إذن بهذا نصل لختام حلقة اليوم. شكرا يسري على الرسالة ولكل فريق العمل وأيضا ردود الفعل المتابعين التي شاهدناها. بهذا نهاية حلقة اليوم من أخبار الناس. أشكركم على حسن المتابعة أيضا، وكل الشكر والتقدير لطاقم العمل، وأيضا شكر خاص وخاص جدا للفنانة المتألقة أسماء المنور التي أهدت للبرنامج أغنية شارة البداية والنهاية. والشكر أيضا للفنان المتألق رضوان الأسمر الذي أهدى للبرنامج أغنية فقرة الرسالة. شكرا لكم أنتم على حسن المتابعة، ونلقاكم يوم غد في حلقة جديدة ومتجددة من أخبار الناس. فإلى اللقاء، وحيث يسود الصمت يحلو لنا الحديث.